بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، حبيب إله العالمين المحمود الأحمد الهادي الأمجد أبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أحبتي مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية، أحييكم أفضل التحايا وأجملها تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن نطل عليكم مرة أخرى وبرنامجكم شهداء طريق الإمام الحسين عليه السلام. واليوم نحن في محافظة المثنى قضاء الخضر، ونلتقي مع عائلة شهيد أخرى من الذين ضحوا بأنفسهم على طريق الإمام الحسين عليه السلام، والشهيد حمزة عبد الكاظم، يحدثنا عنه الأخ ناصر عبد الكاظم شقيق المرحوم. حياك الله وأهلا وسهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أبو القاسم محمد. أخ ناصر، يا ريت أنه بالبداية أنه سولف لنا الحادث اللي راح ضحيته أنه الشهيد رحمه الله. والله انفجار درب الحسين للأربعين ماشيين، كل احنا سوا مجموعة ويا ربعة بالحلة صارت هذا الانفجار. انتوا طالعين لزيارة الأربعين؟ طالعين زيارة الأربعين، هو كل سنة يروح يعني بال2007 بعد صدام السنة كل سنة يروح هو. نعم، يعني متعود انه المرحل كان انه في كل سنة يطلع، انه كل سنة هو جماعته ويا ربعة قاعدين بالحلة موكب، وصار الحادث. انتوا بديتوا من السماء والمشي؟ من السماء لما وصلنا للحلة. وصلتوا الى مدينة الحلة؟ الحلة ايه، صارت الحادثة. صارت نعم. انت كنت ويا مرافقه؟ لا والله تفارقنا بالحله، تفارقنا يعني بالحله. افترقتوا هناك؟ هو ظل قاعد واحنا طلعنا قدامه. نعم. وصلنا صار وقت المغرب هاي، ضفنا عند جماعه ضيوفنا. بلي. بالليل خابرونا قال هيك صار حادثه مال اخوك استشهد وهاي. بلي. بالليل يعني انه اول حادث، نوع الحادث انه كان سياره لو انه لا حزام ناسي. حزام ناسي. نعم. يعني انه استقبلت العلم بالموضوع يعني انه بالليل اتصلوا بجماعه الويا قاعدين. هو اخوك الاكبر؟ هو اخوي الكبير. يا مواليد الله يرحمه؟ مواليد 72. بلي. انه شلون استقبلت الموقف في ذلك الوقت؟ والله فاجع يعني، ضليت كلش ما قدرت. فمن خابرونا رجعنا، رحنا المستشفى مال استقبلنا. بابل. ايه. نعم. متزوج كان المرحوم؟ ايه متزوج، عنده اربع اطفال. عنده اربع اطفال. ايش كم ولد؟ عنده اثنين ولد اثنين بنات. الله يحفظهم. ايه. ان شاء الله. يعني اريد نعرف عن صفات المرحوم، مميزاته، يعني اخلاقياته. والله اخلاقه كثير زين، خادم الحسين، هو طبيب كان بالحسين يعني، مغمد الجرحى وهذا والزوار. بيني. ايه. نعم. يعني اكيد انه انت مقارب العمر يعني. اي انا 77. اي تربطك ويا مواقف معينه، تربطك ويا ذكريات معينه؟ أيه. يا ريت تحدث عن هذا الموضوع يعني، عن ذكرياتك ويا، عن والله كل زين كان ويانا هو. باقينا ويا نطلع ويا للسوق ويانا دائما. بلي. يعني انه كنت مصطحب انه دائما تصطحبه؟ اي دوم ما يصطحبك. شغلكم سوا كان لو كل من يعمل واحد؟ لا كل من واحد سوا يعني. بلي. يا ريت كامل. نعم. تحدثنا عن معاملته بداخل البيت مع زوجته، مع اطفاله. لا كل زين زين. بلي. هذا يعني ما عاد مشاكل وهاي يعني. كان يحسن المعامله مع زوجته؟ ايوه يعني هو يبوه. بلي. كان مواظب على زياره الامام الحسين؟ اي دائما. اي دائما يروح. نعم. مشي كل سنه؟ كل سنه يروح. نعم. أبغانية والأربعين كل سنه يعني. بلي. ما يفارق. نعم. ما اعرف كان عندكم موقف معين هنا بالمثنى؟ هنا بالمثنى كان يخدم به موكب اهل الخضر. الخضر موكب اهل الخضر. كان يخدم به هو يعني هذا الموكب الساعه شفته سوا موجود. نعم. دائما به هو يعني. أريد تحكي لنا بعد أكثر أنه عن صفاته، عن عباداته، عن أخلاقياته مع المجتمع، تواصله مع الناس. والله زين هو يعني، كله زين يعني، وهذه الشارع شغله يروح بدربه ويجي بدربه. أي. تواصله مع الآخرين يعني، مع عمامه، مع
خواله مع ناسه مع اصدقائه، التواصل الاجتماعي صله الرحم يواصلهم دائما يعني ما يخلي اي واحد. بلي هو قلت لي اخوكم كبير؟ ها اخوكم كبير؟ اي اخونا كبير هو. اي بلي. نعم اخ ناصح، شكرك شكر الجزيل على هذا اللقاء. الله يرحم المرحوم حمزه عبد الكاظم انه برحمته الواسعه. شكرا جزيلا. نشكر قناه الحسيني امام الحسين. الله يبارك فيك. اذا احبتي احنا في ختام انه هذه الوقفه نشكر الاخ ناصر عبد الكاظم على هذا اللقاء. شكرا جزيلا اخ ناصر. نعم احبتي، اذا ننتقل واياكم الى متحدث اخر يحدثنا اكثر عن المرحوم حمزه عبد الكاظم، وحتى نعرف عن شخصيته وعن صفاته ومميزاته واخلاقياته وسلوكياته، فكونوا معنا. نعم أحبتي، ما زلنا متواصلين معكم وبرنامج شهداء طريق الإمام الحسين عليه السلام، ونلتقي الآن مع الحاج رزاق كشكول. حياك الله وأهلا وسهلا بك في برنامج شهداء طريق الإمام الحسين. حياكم الله قناة الحسين. الله يبارك بكم. حياكم الله. الله يبارك بكم حجي. أنه نريد نعرف من جنابك أنه عن المرحوم حمزة عبد الكاظم رحمه الله، نريد نعرف أنه عن صفاته، عن عباداته، سلوكياته وأخلاقياته مع المجتمع، مع أهله، مع ناسه. نعم. أولا حمزة كان إنسان صائم مصلي متق الله سبحانه عز وجل، وحتى كان ابن ضام البائد يمشي بالصحراء. نعم. مشيت على الحسين عليه السلام، وبالهذا النظام مشى بالمسير، وهو أيام عمامه وأخواله، وإحنا عمامه وأخواله وناسه، معروف والإنسان طيب يعني بطيبة الخاطر، صائم مصلي إلى أن استشهد. والله ما في يوم من الأيام أن إجتني أنا عمه، ما إجتني حكاية من أي واحد من الناس وقالوا حمزة كذا كذا، إلا إجتني حكايات الحلوة والمقبولة. نعم. فأنا يعني أنا كنت بالأربعينية، هو واضح بالمشي يعني دائما هو مشاي أول المشاية، ويظل إلى أن يعني حتى بالمسير يطول يعني، وده يرجع الدود ويمشي الدود، هيك عنده حب للحسين عليه السلام. نعم الله يرحمه. أريد نعرف أنه من جنابك الكريم أنه تتحدث لنا عن منزلة الشهيد عند الله وعند المجتمع. اولا منزله الشهيد احنا نعرف يعني منزله الشهيد عند الله. نعم. الجنه. نعم. بالخصوص اللي يستشهد على طريق الحسين. وهاي الناس تمشي للحسين عليه السلام يعني هي ماخذه هذا المنوال وهذا الشسمه يعني تمشي على طريق الحسين لانه تريد الجنه. فالجنه هي هذول شفعنا يوم القيامه، شفاعة لنا يوم القيامة أكيد، فإحنا ننتظر شفاعتهم. وأما الشهداء لهم منزلة خاصة. نعم. أي إحنا يعني خصوصية المنزلة مال الشهداء. نعم. الشهداء أولا هم يقول أول ما يدخلون الجنة شهداء الحسين بالخصوص. أكيد. يعني شهداء الحسين أي الشهداء الحسين الذين استشهدوا مع الحسين عليه السلام. نعم. هم لما اجى الحر عليه السلام. نعم. الحر ابن يزيد الرياحي، عرفت الحر ابن يزيد الرياحي، واجى قال انا
أنا أفضل الجنة على النار، أنا لا أروح للنار. نعم. أي، فهو استأذن من الحسين وذي صار ما صار بدك بيوم على أن يوم عاشوراء. نعم، يقبل التوبة. نعم، وتاب عليه وتاب الله عليه. نعم. أي. أحسنتم. أي. أحسنتم. إحنا أنه أكيد للشهادة طعم وللذة عند ما تكون أنه للإمام الحسين خالصة، تكون كون أنه الإمام الحسين هو أسمى وأرفع أنه إنسان في الكون، هو قدم نفسه أنه أصلاً هو حمزة. نعم، حمزة عبيد أنا عمي، أصلاً هو كان يعني يرغب بالشهادة. نعم، كان يرغب بالشهادة، يقول أنا يا ريت أستشهد على هذا الطريق الحسين، عرفت؟ فأنا اللي أسمع من عنده، وهو سبحان الله الله أعطاه اللي هي الشغلة الرأتها، الله أعطاه إياه في وقتها. أكيد. وأما الشهداء هم الشهداء بعد معروفين، ما حد يتعرف عليهم إلا رب العالمين واللي يستشهدون إليه. نعم. نعم. ما أعرف أنه كان هو أنه يخدم في موكب. نعم، الخضر. يخدم كان موكب أهل الخضر. نعم، جنابك مسؤول عن هذا الموكب. نعم، مسؤول أنا عن هو يخدم ميانة، يخدم ميانة بالمشاية، ويخدم ميانة بالعزمة العشر مع العاشور، ويخدم ميانة بكربلة. نعم، باعتبارك أنه مسؤول عن الموكب ودائما انه تتابع وتلاحظ انه الخدمه اللي موجودين بالموكب، شلون كنت تشوف الهمه الاصرار العزيمه اللي عند حمزه؟ كنت انا بصراحه يعني كنت انا اول ما انا اصخره هو اول واحد يوقف قدامي، لان انا عمه اي ويامرني عمي شنو تريده اجيبه من السوق، اجيبه من فلان مكان، اجيب القدور او انظف اذا هو هو دائما قدام وجهي ما يضيع عني حتى انا امر عليه. نعم. وينام يم باب الموكب، يقول لي ليش عم تنام باب الموكب؟ قال حتى احصل ثواب اكثر. انا ينام في باب الموكب يعني. نعم نعم نعم، ينام في باب الموكب حتى ما ينام داخل الموكب، لانه يقول انا احصل ثواب اكثر. نعم، بل باعتبارك عمه ايضا انه نريد. نعم. نعرف انه تواصله الاجتماعي مع عمامه مع أخوته، تواصل يعني أصدقائه. نعم، تواصل الاجتماعي لما استشهد هو. نعم، كان الشهادة مالته بالتشيع ماله زفت عرس، يعني مو شهادة، زفت عرس، زفوه عمامة وخوالة وأصدقائه زفوه. نعم. زفت عرس وتمنوا كلهم يستشهدون مع حمزة، كلهم يكونوا يستشهدون مع حمزة ذي الساعة، بس الله سبحانه عز وجل ما نعرف الشهادة. بل يعني انه من تكون زفت عرس انه الناس كلها متواجدة بتشيعه، هذا دل على شيء، دل على انه هو المرحوم كان متواصل. نعم، مع الآخرين. نعم، متواصل ويا كل الناس، يعني عنده. نعم. تواصل مع كل الناس. نعم، ومع اخوانه، مع اصدقائه، مع عمامه، احنا مع بلي. مع اي واحد. ما قلت لك انا اكرر لك، ما في يوم من الايام هو غفله واحد يعني من المدينه كلها. بلي. اي، يروح بطريقه ويجي بطريقه، انسان حسيني وصايم ومصلي. بلي. ما اعرف حجي تتذكر له فد موقف خاص بانه يربطك وياه، ذكريات خاصه؟ والله انا التقائي وياه يعني مو كل دائما يعني التقي وياه. نعم. لانه هو مكان وانا مكان، وانا ما التقي وياه الا بايام العاشوريه. هو من اهل السماء باي منطقه يسكن؟ بالخضر. بالخضر. نعم، قضاء الخضر ويانا ابن عم ابن قول. نعم. اي بل الله يرحمه. يرحم والديك. الله يسلمكم. يعني انه هاي القضايا انه الانفجارات والقتل بمحبي اهل البيت. نعم. يعني انه انت كصاحب موكب ككبير لعائله. نعم. يعني انه مسؤول عن ابناء عمومتك، يعني ولد اخوتك ولدك. نعم. انه تشوفه انه تخليكم انه
تبتعدون عن القضية الحسينية، عن أداء مراسيمها، تعظيم الشعائر؟ احنا كل سنة يعني لا يمشون 20 يمشون سنة الأخرى 40 ويشوفون التفجيرات ويموتون، ويشوفون الموت يعني يشوفون المات ويشوفون ويموتون ويكررون مرة ثانية. القطاع عن الحسين لا تتصور، يعني احنا الأهل الحسينيين بالذات يعني ينقطعون عن الحسين مهما تتكلف الظروف. أما الوهابية ذولا اللي يفجرون واللي يسوون مشاكل ويردون يقطعون، احنا نقلهم ايسو يعني الا ماكو شيء اي على العالم، بالعالم ماكو شيء اي، فنقلهم ايسو انتم فجروا كتلوا موتوا، احنا ماشيين على هذا الطريق. انا انه اشوف انه في هذا الامر يعني يمكن يشاركني جنابك بالراي انه نعم. القضيه انه قضيه ازليه، يعني اليوم انه يقتلون باحباب الحسين بموالي اهل البيت، كل من انه يقول لبيك يا حسين يقتل. نعم. يعني ما اعرف انه هاي انه في زمن ما انه لو نرجع الى معركه الطاف نشوف يزيد بن معاويه واعوانه لعنه الله عليهم. لعنه الله عليهم. عندما انه ظهر الامام حسين عليه السلام في معركه الطاف. نعم. قال انسبوني من انا؟ قالوا له نعرفك من انت. لما تقاتلوني؟ نقاتلك بغضا لابيك. الان نفس القضيه تتنعاد، يعني انه نعم. يقاتلون بغضا انه لانه احنا نحب علي بن ابي طالب، ماشيين على حب علي بن ابي طالب. اعتقد انه شاركني بالراي حد. انا اشاركك بالراي. نعم. وايدك بالكلام، وانا اقول لك كلام، يعني احنا حب علي دائما ببالنا وربينا على حب علي ونربى على حب علي ونبقى على حب علي، وهؤلاء ذولا اللي قتلون بالناس احنا نزلف عن حب علي والحسين لا تصدق يعني اي، واحنا يعني هم شنو اللي يردون ذولا الوهابيه يعني يردون يوخرون الحسين؟ كلا هيهات لا ابدا ما يوخرون الحسين. قالها الحسين الامام ونقولها هيهات من الحسين احنا سمعنا، وانا كبير العمر كبير العمر عمره 70 سنه سمعنا، حتى ما جاب معاويه على لعنة الله جاب ماي وسوى الضريح وراد يمحونه، ما يمحون الحسين. قالتها السيده زينب ها سلام الله عليها لجدهم الملعون يزيد، ما تمحو ذكرنا، فوالله لا تمحو ذكرنا، لا تمحو ذكرنا، فهم ما يمحو الذكر يبقى للابد والله. اكيد. لان احنا ربينا هاي الناس ربت واجيالنا تربى والاجيال تربى. بلي. انا البارحه كنت ب ب ب ب يعني بفضائيه يقول هاي ولدت الحرمه اربع اولاد. نعم. بالنجف. نعم. اربع اولاد بالنجف. قلت ذولا خلي يقتلون، احنا نولد وهم يقتلون. فعلا. اي، وان شاء الله في يوم من الايام احنا ان شاء الله نقضى عليهم. أكيد. ما يقضون علينا، ما يقدرون. اكيد. فضل. احنا فضل. مهما يكون ومهما يصير ما نبتعد عن القضيه الحسينيه، قضيه الشعائر الحسينيه لا نبتعد باقية. بل انه تروح الالاف والملايين وراحت فعلا انه من زمن انه لو تشوف انه من زمن الحجاج من عصور كثيره مرت على محبي اهل البيت. هم مو كانوا يقصون الدين وتروح الوالد للزياره؟ بالضبط. مو كانوا الدين يقصون؟ نعم. وتروح الناس للزياره قل له اقطع ايدي. أي. مو هيك اقطع ايدي ويلا انا خليني اروح ازور، بس اريد ازور كل شيء شويه، يعني هم بعد متوطمين لهي الشغله مالت. نعم. الحسين عليه السلام. نعم. اي لا يتصورون ذولا يعني يمحون شعائر الحسينيه، الشعائر ما تنمحى والحسين ما ينمحي. لا، وهي القضيه ترى انه كبت قضيه انه لا يتصور انه البعض انه من يشوفنا احنا انهم مصرين على انه نتواصل على هذا الطريق، انه لا قضيه عناد ولا قضيه تزمت، لكن هي انه قضيه مبدا وعقيده وايمان راسخ. نعم. في الاذهان. نعم. نعم. هم انا يعني اوضح لك اكثر، تطلع بالفضائيه ما يخالف، بس اوضح لك اكثر، ذولا عبالهم احنا من يفجرون. نعم. بعد ما حد يمشي، انت شفت بالامام الكاظم عليه السلام، شفت بالجسر الائمه صار. اكيد. ها؟ أكيد. والملايين راحت، الملايين راحت ما اهتزين.
لا راحت مشاية الفوق. نعم. هذه شافوا الانفجارات وراحت مشاية. ما يهمهم. احنا وفاء وفاء للحسين, وفاء للأئمة, وفاء للشهداء, للأئمة, وفاء للشهداء اللي بلي استشهدوا بلي على طريق الإمام الحسين, حمزة وأمثال حمزة بلي. احنا نبقى نواصل, احنا حمزة, احنا عمامة, لأنه عيب نتراجع ترى. نعم. احنا حمزة, احنا عمامة واخوانه. شايمنا من قالوا استشهد. اي استشهد احسن ما يموت بالفراش. والله استشهد على طريق الحسين, والله نتشايم به ولحد الان, ولحد الان ونخليه بالموكب صورته. أكيد. دائما. أكيد. هو والشهداء كلهم اكيد, ونبقى ان شاء الله. بل انه مو بس نخلي صورته بالموكب, خلي صورته هو باقي بالموكب, هو باقي كانه ويانا. نتخذ قدوه ان انه يا ريت انه كل الشباب الحسيني, وان كان انه ملتزم الشباب الحسيني اليوم والأمس وغدا إن شاء الله سيبقى سائر على طريق أهل البيت. نعم إن شاء نعم الله. نعم نعم. نبقى أنه نقتدي بحمزة ونقتدي بالشهداء الآخرين, كل الشهداء. أي نبقى كل أنه شهداء. إحنا أم ذولا أنه يكونون أنه قدوتنا للشهادة, كما هو أنه الإمام الحسين عليه السلام قدوتنا للشهادة, قدوتنا أنه إلى طريق الحق. هم كذلك يعني إحنا نستلهم هذه الأمور من 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 الإمام الحسين ومن شهدائنا الأبرار. رسالة جنابك توجهها إلى من وراء أنا هذه الحوادث الإرهابية. أنا أوجه رسالتي إلى دولة الوهابية والسلفية. أقول لهم أنتم مهما تفجرون ومهما تكتلون وحزام ناسف وغيره ومفجرات, ترى إحنا مش شايع للحسين لا محال, بس انتم في يوم الايام ان شاء الله تندثرون, في يوم الايام ان شاء الله تندثرون وتبقون في اسفل الدرك من النار. اكيد, ان شاء الله. اكيد انه جنابك الكريم انه في ختام اللقاء انه حب اشكرك. نعم. الشكر الجزيل. شكر. الحاج رزاق كسبول عم الشهيد. انا اشكر قناه الحسين عليه السلام, واشكركم جميعا, واشكر الكادر مالها بالخصوص ابو صلاح, أبو صالح. أنا أشكره وأشكر السيد وأشكرك. نعم. أنت بالذات. الله يبارك فيكم. وأشكركم جميعا. شكر لكم على حسن الضيافة والاستقبال, لكن أنه في بالنا سؤال أخير أنه نطرح على جنابك الكريم. يعني باعتبار أنه الشهيد حي يرزق عند الله سبحانه وتعالى, شو توصل رسالة كلام للمرحوم حمزة, الشهيد حمزة؟ احنا نقول للمرحوم حمزة, نقول له أنت لم تضيع إن شاء الله, وأنت باقي أمامنا وباقي مواكبنا وباقي تلطم ويانا وباقي تطلع بالزنجيل ويانا. أكيد. وإحنا نشوفك بالزنجيل ويانا, ودائما يكون أنت أمام عيوننا, ولا ننساك نهائيا دائما إلى الأبد. أحسن, بارك الله بك حاج رزاق الكشكول. نشكرك مرة أخرى ونثني على شكرنا مرات وتكرارا انه على حسن استقبالكم وضيافتكم. بارك الله بكم ورحم الله شهيدكم المرحوم حمزة عبد الكاظم, واسكنه الله فسيح جناته. و يعني انه حفزتني على ان اقول بيتا من الشعر بحق الوهابية لعنهم الله. احسنت. اقول وهابي البار بفضل مخلوقه وهابي, ويعرف خيره من شره. وهابي أقص شفي إذا أصبح, وهابي شلون أبغض علي حامل حميه. في ختام حلقة اليوم لا يسعنا أن نتقدم لكم بالشكر الجزيل. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وكادر العمل, في أمان الله وحفظه.